السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنحل اختبارات شاملة على يونتس 1 2 and 3، الوحدات الأولى والثانية والثالثة من كتاب بيت باي بيت ترم أول 2024. هنحل صفحات رقم 146 147 و148. Let's get started. هنبدأ من بيج 146 صفحة 146. listen and write true or false. استمع واكتب صواب أم خطأ. نسمع مع بعض نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. نبيل went to a new school last week. نبيل ذهب لمدرسة جديدة الأسبوع الماضي. he found out اكتشف that each friend إن كل صديق had a different personality. ليه شخصية مختلفة. عصام is calm. عصام هادئ. شريف is polite and shy. شريف مؤدب وخجول. أحمد is very clever. أحمد ماهر جدا. he is good at math. هو جيد في الرياضيات. he helps his friends. بيساعد أصدقائه with their homework. في واجبهم. طب أول سؤال، last week الأسبوع الماضي نبيل went to a new school. ذهب لمدرسة جديدة. true صحيح. عصام is good at math. عصام جيد في الرياضيات. لأ احنا قلنا أحمد هو اللي جيد في الرياضيات، يبقى الكلام ده false، خطأ. Each friend كل صديق had the same personality لنفس الشخصية. لا طبعا كل واحد ليه شخصيته المختلفة، فالكلام ده فولس خطأ. شريف is polite and shy. شريف مؤدب وخجول أو true، الكلام دوت صحيح. Number two, complete the dialogue with the following words. هنكمل المحادثة باستخدام الكلمات الآتية. جيم اللي هي صالة الألعاب. A school مدرسة. buildings يعني مباني. و IT يعني تكنولوجيا المعلومات. تامر بيقول لعمر how are you عمر، كيف حالك يا عمر؟ فقال له fine thanks، بخير شكرا تامر يا تامر. how is your new، فقال له my school is very big، مدرستي كبيرة قوي. it has a lot of ايه، وفيها كتير من ايه. طب هو بيسأله عن مدرسته، يبقى هيقول له how is your new school، كيف حال مدرستك الجديدة. اول كلمة school، قال له مدرستي is very big، كبيرة جدا. it has a lot of ايه، فيها الكثير من الايه، البلدنجز المباني. قال what are these buildings، ايه المباني ديت؟ قال له the A building we use it for information technology، يعني مبنى الـ IT تكنولوجيا المعلومات information technology نستخدمه لـ for information technology lessons لحصص تكنولوجيا المعلومات. قال له where do you have physical education، طب انتوا بتاخدوا حصص الألعاب بتاعتكم والتربية البدنية فين؟ فقال له I have it in the A، باخدها في الجيم، في صالة الألعاب. جيم صالة الألعاب. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. if you heat water، لو انت سخنت المية، it A into steam، هتتحول لبخار. عندي قاعدة F الحالة الصفرية، بيجي بعدها مضارع بسيط والناحية التانية مضارع بسيط برضو. طب المضارع البسيط مع هي وشي وإيد بحط S في الفعل، تمام كده؟ لو سخنت المية it A it turns، ستتحول into steam لبخار ماء. My sister is very A. She is always helpful too. أختي مالها؟ دايما متعاونة. طيب يبقى أختي دي نيرفز متوترة أو متعصبة. ميسي فوضوية. شاي خجولة ولا كايند عطوفة. هي دايما متعاونة، يبقى دي كايند عطوفة. How do you play basketball؟ فقالت twice a week. كم عدد المرات اللي بتلعب فيها كرة سلة؟ المرتين في الأسبوع. طب لما انا بلاقي مرتين في الاسبوع مره في الاسبوع، يبقى انا بسال على عدد المرات. كم عدد المرات اسمها هاو اوفن. نمبر 4، وات هابنز، ماذا سيحدث؟ اف يو ا بيرسون اون سوشيال ميديا، لو انت عملت ايه لشخص على وسائل التواصل الاجتماعي، لو عملت له منع او حظر. منع او حظر اسمه بلوك. is that the bicycle، هل هذه الدراجه؟ your father bought on your birthday، اللي باباك اشتريها لك في عيد ميلادك. طب الدراجه غير عاقل، وقلنا الذي او التي لغير العاقل يعني which. نفكر له تاني، اما تقول الذي او التي للعاقل للانسان يعني تقول هو، لغير العاقل تقول which. حيث للمكان تقول المكان اللي بتعلم فيه اللي اتولدت فيه تقول where. الصفحه اللي قدامها 147 147، مكملين في سؤال الاختيارات. we have one
on each hand. عندنا ايه في كل يد؟ عندنا finger صباع في كل يد؟ لا. knee ركبة في كل يد؟ لا. ankle اللي هو الكاحل القدم؟ لا. عندنا some يعني ايه some؟ يعني صباع ابهام في كل يد. الصباع اللي بتدي بيه لايك ده الصباع دوت صباع الابهام some. عماد speaks loudly. he is so calm. عماد بيتحدث بصوت عالي. هو دايما هادي؟ لا طبعا الكلام ده منافي لبعضه. طالما هو so calm هادي جدا يبقى هو مش بيتكلم ابدا بصوت عالي، يبقى نقول هنا never. عندنا هنا always دائما sometimes احيانا never ابدا usually عادة. طالما هادي جدا يبقى never speaks loudly. students الطلاب need laboratories بتحتاج المعامل to do ايه؟ هنحتاج المعامل ليه؟ عشان نعمل projects المشاريع؟ لا مش بنعملها في المعامل. sports العاب رياضية؟ لا. homework الواجب مش بنعمله في المعمل. امال ايه اللي بنعمله في المعمل؟ الاكسبيرمنتس التجارب العلمية. number 4 read and match اقرا وصل. طبعا احنا بنقرا يعني الناحيتين كويس اول قبل ما نوصل على اعتبار ان انتوا قريتوهم. هنا بيقول لك a pharmacy الصيدلية is a shop عبارة عن محل where we can buy medicine حيث نستطيع ان نشتري الدواء. يبقى اول حاجة عندي هنوصلها بسي. number 2 should we visit هل ينبغي علينا ان احنا نزور the museum المتحف on Sunday في يوم الاحد. عندي number 2 بدي. please turn the music down من فضلك وطي صوت الموسيقى. it's too loud عالية جدا عالية للغاية. يبقى number 3 هنوصلها بي. children الأطفال feel bored بتشعر بالملل when there is nothing to do لما يكون ما فيش حاجة يعملوها. يبقى هنوصل number 4 ب A. read the following text اقرأ النص التالي and answer the questions وأجب على الأسئلة. our neighbor Garna is the person هو الشخص who lives next door to us اللي عايش في المنزل المجاور لنا. Mr. وليد الأستاذ وليد is our new neighbor هو جارنا الجديد. He moved to his new house yesterday انتقل لمنزله الجديد بالأمس. He is kind هو عطوف and polite ومؤدب. We helped him احنا ساعدناه to organize عشان ننظم his house منزله. We showed him احنا وضحنا له او بينا له the places الأماكن where he can buy اللي ممكن يشتري منها his things أشياء. He invited us هو دعانا to have dinner ان احنا نتناول العشاء with him معه and his family today ومع أسرته اليوم. In his new house في بيته الجديد. His family thanked us أسرته شكرتنا for helping them ان احنا ساعدناهم. They are really good neighbors هم حقا جيران طيبين. أول سؤال the underlined word الكلمة اللي تحتها خط organize ينظم means معناها إيه؟ معناها carry يحمل ولا tidy يرتب ولا invite يدعو ولا move ينتقل أو يعزل؟ لا طبعا organize ينظم يعني tidy يرتب. the neighbor الجار is the person هو الشخص who lives اللي بيعيش door to us بيعيش في المنزل المجاور لنا next door. number 3 what did Mr. وليد do when they helped him عمل ايه الاستاذ وليد لما هم ساعدوه؟ طبعا هو دعاهم على الايه؟ دعاهم ان هم يتناولوا طعام العشاء معاه. تمام كده. طيب نقول اكتبها هنا he invited them هو دعاهم to have dinner with him هو ايه؟ دعاهم عشان يتناولوا العشاء معه. طب how did they help Mr. وليد ازاي ساعد الاستاذ وليد؟ هم طبعا نظموا معهم البيت اللي هم معزلين فيه جديد ووروا لهم الاماكن اللي اشتروا منها ايه الاحتياجات بتاعتهم او الاشياء بتاعتهم. يبقى نقول they helped him ساعدوه to organize his house and showed him places where he can buy his
sings يعني بنقول they helped him to organize his house ساعدوا في تنظيم بيته and showed him ووروله أو بينوله places الأماكن where he can اللي ممكن منها buy his things يشتري أشياءه. آخر بيج معانا النهاردة 148 صفحة 148 reorder the words to make correct sentences أعد ترتيب الكلمات لتكوين جمل صحيحة. do farmers rice where grow يعني أين يزرع الفلاحين الأرز. ونبدأ ب where بعد أداة الاستفهام بجيب الفعل المساعد هنا do وبعدين الفاعل farmers وبعدين الفعل grow وباقي الكلام اللي هو rice. يبقى هنقول where do farmers grow rice. my are cats pets best يعني أنا بقول القطط أفضل الحيوانات الأليفة بالنسبة لي. يبقى أقول cats are القطط بتكون my best pets أفضل حيوانات أليفة بالنسبة لي. a ride on the let's roller coaster يعني هيا بنا نركب قطار الرعب. يبقى نقول let's ride هيا نركب on the roller coaster هيا نركب ايه قطار الرعب. طيب the community do work garden you in هل انت تعمل في حديقة المجتمع. يبقى do you work in the community garden هل أنت تعمل في حديقة المجتمع. number 7 write a paragraph اكتب فقرة إنشائية of 50 words من 50 كلمة عن your study tips يعني بنقول نصائح لمذاكرتك وهنا عندي concentrate يعني يركز وhealthy meal يعني وجبة صحية. لما اجي اكتب الباراجراف بسيب مسافة نص كلمة في البداية وببدأ بحرف كابيتال. هقول to be an excellent student لكي تكون طالبا ممتازا you should ينبغي عليك follow ان انت تتبع these tips هذه النصائح. طيب هتعمل ايه بقى you اول حاجة ان انت تذاكر بجد you should study hard ينبغي عليك ان تذاكر بجد. طب ايه كمان لازم تركز اثناء المذاكرة you should الكلمة اللي هو مديها لي بقى concentrate ينبغي عليك ان انت concentrate will تركز بشكل جيد while اثناء studying المذاكرة. كمان نقول ان انت ينبغي عليك ان انت تاخد ايه فترات استراحة وفسح كده قصيرة فترات استراحة قصيرة you should take short breaks while studying اثناء بينما انت بتذاكر خد فترات استراحة كل شوية. طب لما ناخد فترات الاستراحة المنتظمة ديت بنتذكر بشكل أفضل when we take regular breaks we remember better بنتذكر بشكل إيه أفضل. طيب في ايه كمان هو قال لنا هنا healthy meal وجبة صحية هنقول ينبغي ان احنا ناكل بقى وجبات صحية we should eat healthy meals ينبغي علينا ان احنا ناكل وجبات صحية and
وكمان eat نأكل lots of fruit and vegetables. وينبغي علينا ان احنا ناكل الكثير من الفاكهة والخضروات. كمان بقى نصائح عامة بقى عشان تبقى صحتنا كويسة، ان احنا لو عندنا نظام روتين جيد يبقى احنا ناس ناجحين. if الروتين ده اللي هو نظام حياة اليومي، يعني منظمين حياتنا، يعني if we have a good daily routine، واحنا عندنا نظام حياة يومي جيد، we will be سوف نكون a successful person. لو احنا عندنا نظام حياة يومي جيد يبقى احنا هنبقى في المستقبل ان شاء الله ناس ناجحين. Number 8 punctuate the following، ده علامات الترقيم للآتي. How does Mona feel today؟ بما تشعر منى اليوم؟ How does، طبعا انا بعمل اول حرف كابيتال، منى اسم شخص يبقى اعمل اول حرف كابيتال. How does Mona feel today؟ بما تشعر منى اليوم؟ في الاخر ده سؤال، طبعا هحط في اخره question mark علامة استفهام. We will visit our cousins in أسوان، احنا هنزور ولاد عمنا في أسوان. We أول حرف capital will visit our cousins in، طبعا عندي هنا أسوان، وأسوان اسم مدينة وأسماء المدن والبلاد لازم أعمل أول حرف capital. Okay، اي حاجه بغيرها بحط تحتها شرطه كده، وفي الاخر احط فول ستوب بنقطه عشان دي جمله خبريه. سوف نزور ابناء عمومتنا في اسوان. خلصنا سيشن النهارده، انتظروني في حل باقي التدريبات ان شاء الله، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.